في بقى ملف جاي، ده ملف مهم قوي. انا شفت فيديو على السوشيال ميديا لسيدات، ستات بسيطة جدا جدا جدا، وقاعدين كلهم يا حبايبي على الرصيف، وبيبكوا وعندهم مشاكل كتير جدا وبيستغيثوا يعني. طيب ستات دي ايه حكايتهم؟ ستات في قرية من القرى المصرية. والحقيقة ان انا اللي اكتشفته بعد كده بعد ما ذاكرنا الموضوع ان الستات دي في منهم كتير جدا. الستات دي في مكاتب او جمعيات بتديهم قروض، تديها قرض مثلا قيمته 50 جنيه، تمضيها على وصولات أمانة على بياض. كارثة كارثة. المهم الست يا حبيبة قلبي اللي كانت بتتكلم، ليه أنا بتكلم في الموضوع، كانت بتقولك أنا جاهلة ومش عارفة أنا مضيت على إيه، بس أنا اللي خدته كذا، اللي خدت 50 ألف، واللي خدت 30 ألف، واللي خدت مش عارفة كام. تمام، أنا مش هعرف أعرض الفيديو، الفيديو صعب جدا. فالستات بقى قاعده، المهم بيقول لك الجمعيات دي، الجمعيه تيجي تقول لها ايه؟ انت اللي تيجي تضمنك واحده ست زيك. تجيبي لي واحده ست تضمنك ببطاقتك، بس مش عايزه اكتر من بطاقتك وبطاقتها. فالست تقوم راحه مديه له البطاقه وجايبه بطاقه صاحبتها الضامنه، فالاتنين يتحبسوا في الاخر. ليه؟ لان الفوائد اكتر من 50%. الاقساط اللي هم بيدفعوها كل اسبوعين او كل شهر اكتر من 50% الفايده. لو ما دفعوش الفايده اللي هي زياده 50% وهم طبيعي مش هيعرفوا يدفعوها لان حالتهم الماديه مش قد كده، بيبقوا ماضيين على وصولات امانه على بياض، حبس على طول. الموضوع ده انتشر، والموضوع ده نصب، والموضوع ده لازم يبقى له حل، لازم يكون له حل. معايا دلوقتي على الهاتف النائب طلق الدكتوره هاله ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. أهلا وسهلا يا سيادة النائب. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. طب ده موضوع مهم جدا، أنا ما بعممش على فكرة، بس إحنا مش هنقدر ننكر إن في ناس بسيطة بيتضحك عليها، وخاصة الستات اللي عايزة تجوز بناتها واللي عايزة تجهزها واللي مزنوقة في حاجة، إن هم ياخدوا من الجمعيات دي ال50 ألف جنيه أو ال40 أو ال30 ويمضوا على وصولات أمانة على بياض. ده موضوع كبير، هم لازم يفهموا الموضوع ده. فتعليقك إيه يا دكتورة هالة؟ خليني تسمحي لي بوقت نشرح الموضوع كده. يا ريت، اتفضلي يا فندم. مع حضرتك. مع حضرتك. اتفضلي. يعني من منبر اعلامي قوي وبيتشاف كويس قوي. ربنا يخليك يا فندم. اولا يعني ان انا اشكرك على انك عرضتي حاجه زي كده عشان الناس تفهم. بس اتفضلي يا فندم. الموضوع كله ان كل الجمعيات الاهليه والشركات العامله في الاقراض متناهي الصغر بتخضع للهيئه العامه للرقابه الماليه. ايوه. وبنتكلم عنه ان هو قطاع غير مصرفي. فبالتالي الجمعيات والمؤسسات دي تخضع لقانون 141 لسنه 2014. ايوه. القانون ده كان في بعض التعديلات مؤخرا لما حصل دوشه بنفس الطريقه كده على السوشيال ميديا لبعض المتضررين. تم عمل اجراءات حاسمه جدا من الهيئه العامه للرقابه الماليه من حوالي اكتر من سنتين، وكان في حاجه اسمها التسعير المسؤول. التسعير المسؤول ده يعني ايه؟ يعني قيمه فايده مضبوطة جدا يقدر العامل في قطاع الإقراض متناهي الصغر من الشركات ومن الهيئات ومن المؤسسات ومن البنوك ان هي تضع فايدة مسؤولة، فايدة منضبطة على المشروعات. في كل صناعة في الدنيا او كل مجال في الدنيا في استثناءات ومخالفات، دي اكيد 100%، مفيش حاجة هتمشي بالمسطرة. ولكن احنا بنتكلم في صناعة اسمها صناعة الاقراض متناهي الصغر، فيها اكتر من 55 الف عامل بيعملوا في هذا المجال في هذه الصناعة. احنا بنتكلم في محفظة في مصر كلها 93 مليار جنيه في الاقراض متناهي الصغر. طب الاقراض المتناهي الصغر ده له قواعد وضوابط مسؤولة؟ طبعا، وله قوانين. بالتأكيد حضرتك ذكرتي ان السيدات دول مضوا ايصالات امانه على بياض، قانوني على الاطلاق. ده غير قانوني حضرتك،
غير قانوني على الإطلاق. المفروض أنه ما يتم المضاء عليه دلوقتي هو السند الإذني فقط، والسند الإذني ده بيقدم في المحاكم الاقتصادية وليس في المحاكم العامة، وبالتالي بيتم فيها إجراءات محددة في المحاكم الاقتصادية لكي تصل إلى الحكم النهائي. لكن ان احنا نقول ان الناس تمضي على ايصالات امانه، هذا الكلام غير قانوني وبكررها للمره الثالثه. وخليني اقول لحضرتك هو ايه اللي بيحصل. احنا عندنا وضع اقتصادي زي العالم كله، ما في التضخم اللي احنا بنعاني منه مش مصر بس. وبالتالي الناس اهالينا البسطاء اللي حضرتك شفتيهم في الفيديو ده بتضطر عندها مثلا حالة مرضية ما، عندها مشكلة ما، عندها بنت عايزة تتجوزها، عايزة تشتري حاجة بعينها، فتجري على أول حد بيقول لها تعالي خدي فلوس. طيب هو أخذ الفلوس دي مش المفروض والقانوني بناء على المعايير الموضوعة في القانون وبناء على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية؟ المفروض إن هي تطلع على عقد التمويل، العقد اللي بتاخد بيه الفلوس دي. طبعا اهالينا زي ما هي قالت كده ان هي ما بتعرفش تقرا وتكتب. فبالتالي هي ما بتقراش فبتمضي. فبتمضي على اي حاجه، ولكن العقد هنا شريعه المتعاقدين. وبالتالي فهي بتمضي على ايه؟ هي مش شايفه الفايده كام، مش شايفه المفروض تسدد ايه، هي المهم عندها دلوقتي تاخد الفلوس، تاخد الفلوس وتروح تفك الازمه اللي هي. طب هل ليهم حل يا سياده النائبه؟ الحل الوحيد الوعي، المنابر الإعلامية اللي زي حضرتك اللي لازم تتكلم وتوعي الناس وتقول يا جماعة اقروا العقود قبل ما تمضوا عليها. طيب ما تمضوش على إيصالات أمانة، امضوا على سند إذني. المفروض والمنطق يقول إيه؟ إن التوعية دي مش بس حضراتكم، التوعية دي المفروض تبقى هي نفسها الجمعيات الأهلية اللي بتشتغل، الشركات اللي بتشتغل، يبقى في كده نوع من انواع الشفافيه والوضوح. يعني الستات دول ما لهمش حل دلوقتي قانوني؟ يعني حل قانوني لو تم اثبات ان الجمعيات دي بتدي قروض للسيدات وبتشترط ان يكون في سيده هي اللي تضمنها، وبعدين بيمضوا على وصولات امانه على بياض، هل الجمعيات دي ما يتمش اي اجراء قانوني ضدها؟ لا طبعا يا فندم، يا فندم انا بقول لحضرتك اهوت وعلى الهوا، الجمعيات دي لو عند حضرتك برجاء الاعداد يديني اساميهم، واوعدك الاسبوع اللي جاي يكون عندهم مراقبه من الهيئه العامه للرقابه الماليه. الهيئه عمرها ما هتسيب ابدا تسيب في هذا القطاع. طب ده دي حاجه جميله جدا، لان دي صناعه فيها 93 مليار جنيه بيتم تداولها في المجتمع. وعلى فكره يمكن القروض الصغيره قوي دي اللي هي 5 و10 و20 و30 دي مش بتقوم مشاريع، ولكنها بتقلل من حده الفقر مع الناس والوضع التضخم اللي احنا فيه، ودي مهمه جدا. ولكن الممارسه الصحيحه اللي المفروض ان هي فعلا تكون بتساعد الناس اكتر ما بتحدها دي مهمه جدا. طبعا. واحنا عندنا ثقافه مجتمع برضو الناس غلابه، الناس بسطة، والناس محتاجه اللي يقف جنبها، فلازم برضو الامور تكون اكثر شفافيه من المتبع. ولكن دي مش على فكره يعني مش زي ما بنقول ايه، مش قضيه عامه، لا هو في بعض من الممارسات اللي موجوده فعلا. طبعا مش كلها، لا مش كلها. واحنا برضو يعني هنحاول نوصل للجمعيات دي وهنحاول نوصل للسيدات دول وهنبعت لك اسامي الجمعيات وهتابع مع حضرتك، وانا هتابع مع حضرتك. انا بشكرك جدا على اهتمامك النائبه الدكتوره هاله ابو سعد، بشكرك جدا جدا. هنرجع نكمل باقي ملفاتنا ولكن بعد الفاصل استنونا.